بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم. مراجعة شابتر 9 من مادة الكيمياء 101 مقدمة من فريق كهربجي. بداية لنا أول موضوع اللي هو إحنا كنا قبل شابتر 8 نرسم الأشكال حسب لويس ونسميها بالتو دايمنشن. أول موضوع عندنا بشابتر 9 هو إنه كيف الرسمة بتكون بالثري دايمنشن، كيف الشكل تبعهم بيكون بالثري دايمنشن. نشوفه، راح نشرحه ورقي بعدين نرجع نكمل الشرح على لوح. عن اول موضوع بشابتر 9 اللي هنا الرسمات، هذول لازم تكون حافظينها، حافظين تفاصيلها وكل اشي فيهم. انا هسه بدنا نحاول اساعدكم فيها واشرح لكم كم شغله، المسميات، الاشياء هاي بسهلكم الحفظ فيها. هسه بدك تعرفوا انه يكون عندك الكترون نمبر اوف الكترون دومين، انه عدد الالكترونات عدد الالكترونات الموجوده عندك. عندك الالكترون دومين جيومتري اللي هي الرسمة تبعت الالكترون دومين، فعندك الباوندينج دومين والنم باوندينج دومين اللي هن من الدومين هذا كم الكترون عندك رابط وكم الكترون مش رابط، فعندك الموليكولر جيومتري اللي هي شكل الجزيء، وفعنا هون مثال صغير على كل واحدة. هسه بداية عندك لما يكون عندك الالكترون او نمبر اوف الكترون دومين 2، كيف بكون شكل الالكترون دومين جيومتري؟ بكون شكله زي هيك بالضبط، بنسميه ايش؟ لينير. هسه هون بس في احنا حاله وحيده لما يكون عندك باوندينج الكترون، الكترونين باوندينج والنون باوندينج ولا الكترون. كيف هسه احنا بنمثلها وبكون الشكل للذره الرسم؟ بنرسمها زي هيك، بكون الذره المركزيه بالوسط عامله رابطه هون ورابطه هون بي بي، ما بكون عليها لا الكترونات هون، ما بكون عليها، بكون بس هيك الشكل تبعها. مثال عليها اللي هي السي او 2. هسه هون طل مثلا على السي، السي عليها 8 الكترونات منه مطبقة مبدأ لويس انه لازم يكون عليها 8 الكترونات، والاو كذلك الامر. فهي ايش بنسميها؟ لينير، يعني بتجيب لك مثلا انه لها الكترون دومين 2 والباوندينج 2 وصفر، ايش بكون اسمها؟ بكون اسمها لينير. المسميات هاي مهمة كثير، وفي فرق بين الموليكيولر جيومتري الاسم تبعها والاسم تبع الكترون دومين جيومتري. هسه بين معنا بالرسمات تحت. لما يكون عندنا النمبر اوف الكترون دومين 3 بكون هيك الشكل زي وردة لها ثلاث بتلات، بنسميها تريجونال بلانر. هسا ايش كم ساعدك بحفظ هذا الاسم؟ هسا تريجونال يعني مثلث، تمام؟ بلانر انه على سطح واحد، بلان واحد، يعني مثلا هاي الورقة هيك انا بسميها بلان، عند هاي الورقة بلان. فلما تقول تريجونال بلانر يعني انه على سطح واحد عندك جاي ثلاثي زي هيك شكلها، هيك بكون شكل توزيعة الملوك الاتومز. فعنا فيها حالتين، لما يكون عندي الباوندينج الكترون 3 والنون باوندينج 0، والحالة الثانية لما يكون الباوندينج 2 والنون باوندينج 1. خلينا نشوف واحدة نتعرف عليها. لما يكون عندنا الباوندينج الكترون 3 والنون باوندينج 0 بكون هيك الشكل، الذرة المركزية بالوسط والثلاث ذرات متوزعات حواليها، مسميها ايش؟ تريجونال بلانر، اسم الموليكيولار جيومتري. مثال عليها اللي هي البي اف 3. هسا هنا كيف نشوف الباوندينج الكترون؟ هاي مثلا عندك البي اف 3 صح؟ هاي اول واحدة باوندينج الكترون، هاي ثاني واحدة باوندينج، وهاي ثالث واحدة باوندينج. كل الكترونين انه بسميهن دومين، يعني مثلا هون مش عندي ثلاث دومين، هاي هذا الدومين الاول، وهاي الدومين الثاني، وهاي الدومين الثالث. فهيك ثلاث الكترون دومين. هسا من هن الثلاثة باوندينج، هسا شوفوا هون الحالة هاي، عندي اثنين من الثلاثة هذول باوندينج اللي هن ايش؟ اللي هن هاي وهاي. هاي واحد باوندينج وهي الثاني باوندينج، والدومين النون باوندينج اللي هو هيو اللون بير اللي هون. هسا هذا الشكل بنسميه بنت، بنسميه بنت، احفظوا انه يكون عندك ذره مركزيه الكترون، عندك رابطه هيك وذره ثانيه ورابطه وذره ثانيه، في عندك الكترونين من فوق. مثال عليها اللي هو الان او 2، الان او 2 ماينس، هيك بيكون شكلها شكل الاتوم، وهاي بنسميها بنت. طبعا هون لازم يكون في عندي الكترونين ناس احطهم، هي هيك شكل البنت. هسه نيجي على النمبر اوف الكترون دومين 4، بنسميها تيتراهيدرال، شكلها بكون هرمي. في عندي فيها ثلاث حالات، في عندي لما يكون كل باوندينج الكترون 4، كل الدومين باوندينج 4 باوندينج الكترون 0 نون باوندينج الكترون، بكون شكلها زي هيك، عندي الذره المركزيه ذره فوق وتحت هذول الذرات على شكل هرم جايات، يعني هاي هون هذول زي هيك، هون الذرة المركزية، وفي هاي هون جاية، والاتوم الرابع جاي طالع زي هيك.
هاي تيترا هيدروليوم، تكون عندك تحت هرم وفوق طالع منها اتوم، مثل عليها ال سي اتش 4، هاي السي اتش 4 تمام. اول هيك لو نوصل بينهم، هاي هيك بكون موصل خط من ورا تمام بين هذول، هاي بتكون شكلها هرمي. في عنا اللي هو ثاني اشي اللي هو يكون عندك الباوندنج دومين ثلاثة والنون باوندنج دومين واحد، بكون الشكل عندك زي هيك، هاي الباوندنج دومين واحد اثنين ثلاثة وهاي النون باوندنج دومين واحد، مثال عليها ال ان اتش 3، ان اتش 3 هاي اول دومين، ثاني دومين، ثالث دومين، وهاي دومين رابع نون باوندنج اللي هو هاي بسميها ايش، هاي تريجونال بيراميدال. بيراميدال معناها هرم، تريجونال انه هرم ثلاثي. طبعا كلمة بيراميدال كثير مهمة، راح تمر معنا بتسميات كمان لتحت. فكلمة بيراميدال ركزوا عليها، وتريجونال بيراميدال انه هرم ثلاثي تمام. عندنا التيتراهيدرال بيكون عندنا الباوندنج اثنين والنون باوندنج اثنين، كيف شكلها؟ بيكون عندك زي هيك الاي الذرة المركزية، عندك اتوم هيك اتوم هيك كون الكترونات، هاي بس ايش بسميها بنت. لاحظوا انه نفس التسمية اللي هون، هاي بنت وهاي بنت، بس ايش فكرة تسمية البنت؟ انه بكون جايات زي هيك، هذا الاشي اللي بكون هيك الباوندنج والالكترون زي جايات بسميه هذا الاشي بنت. هسا كيف بدك تفرق بين هاي وبين هاي؟ من خلال الالكترون دومين، يعني الالكترون اللي لها البنت اللي لها الكترون دومين ثلاثة هي اللي هون، اللي لها الكترون دومين أربعة هي هاي اللي هون، وهي ايش خصص انه في اثنين باوندنج واثنين نون باوندنج، هون اثنين باوندنج وواحد نون باوندنج. مثال عليها اللي هي الاتش 2 او، هاي الاتش 2 او هيك رسمتها تمام. نشوف اللي بعديها، هسا عنا الالكترون دومين خمسة بسميها تريجونال باي بيراميدال. ايش هسا احنا هون قلنا تريجونال بيراميدال قبل شوي تمام، تحت التسميات هون تريجونال باي بيراميدال. ايش يعني كلمة باي؟ ركزوا عليها، كلمة باي ايش يعني؟ ثنائي، يعني في عندك هرمين فوق بعض، يعني عندك هرم هيك هو في واحد ثالث وفي عندك هرم مقابله على الجهة الثانية. هسا هون في عنا أربع حالات، هسا عنا أول حالة لما يكون عندك الباوندنج خمسة والنون باوندنج صفر، ايش بسميها؟ تريجونال باي بيراميدال، يعني كلهن لما يكون عندك الالكترون دومين كل باوندنج بتكون نفس التسمية الالكترون دومين جيومتري نفسها الموليكيولار جيومتري. ايش بسميها؟ موليكيولار جيومتري. بكون عندي زي هيك الذرة المركزية، في عندي ثلاث ذرات طلعات زي هيك على بلان واحد اللي هو خلينا نقول البلان المركزي زي هيك، عندي هاي ذرة 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 زي التريجونال بلانر. بس ايش الفكرة؟ عندي اتوم هون واتوم من تحت، فعاملين لي هذول الهرم، بسميها تريجونال باي بيراميدال قلنا، ومثال عليها البي سي ال 5. هسا الحالة الثانية انه لما يكون عندي الباوندنج اربعة والنون باوندنج واحد، بكون الشكل زي هيك، يعني الاتوم اللي هون بروح بحط الاتوم هون مش موجود، بحط بداله ايش؟ النون باوندنج اللي هنا هون. كيف بكون عندي الشكل؟ بسميه سيسو، مثال عليه الاس 4، ايش اسمه؟ سيسو. تذكروا لعبة السيسو اللي كنا نلعبها بملاهي زمان. هسا الحالة الثانية، بالنسبة للحالة الثالثة لما يكون عندك الباوندنج الكترون ثلاثة والنون باوندنج الكترون اثنين، ايش بدنا نشيل هاي المرة؟ نشيل اللي هو الاتوم اللي هون. ايش صفت عندك؟ عندك اتوم هيك واتوم هون واتوم هون، كيف شكلها؟ زي التي، هاي حرف تي زي هيك حرف تي صح؟ ايش بنسميها؟ تي شيبد، تي شيبد من شكلها بس بعرف شو التسمية تي شيبد. ايش اسمها؟ سي ال اف 3. نيجي على الحالة الرابعة، ما يكون عندك الباوندنج اثنين والنون باوندنج ثلاثة، كيف بكون الشكل؟ زي هيك، بنخلي الاتوم الهرميات اللي هون الفوق والحين خلي الفوق فوق لتحت. هسا كيف صار؟ زي هيك صارين زي اللينير، اللينير ايام لو اخذنا اول واحد هيو اللينير كلها جات على خط واحد استقامة واحدة، هون نفس الاشي الباوندنج جات على استقامة واحدة فبسميهن لينير. مثال عليها ال XEF2. طبعا هسا كلهن يعني بتقدر اذا بتفهم كيف التسمية جاية بتقدر انه بس خلص لما ترسم الهاي تيجي التسمية ببالك لحالها، وهذا انه بسموه الحفظ مع فهم، انك تكون انت فاهم شو الحافظ فتسهل عليك الامور كثير. هسا عنا اللي هو لما يكون عندك ال number of electron domain 6 بسميها square باي بيراميدال او اوكتاهيدرال. سكوير باي بيراميدال، احنا
احنا قبل شوي ايش قلنا؟ تريجونال باي بيراميدال هون سكوير باي بيراميدال. يعني ايش؟ يعني انت عندك اربعه زي هيك جيات على بلان واحد، تمام؟ وفي عندك الكترون فوق الكترون تحت، عاملين لي الباي، عاملين لي البيراميدال، وانه في عندي واحد فوق واحد تحت، عاملين لي صارم باي بيراميدال. هسه عندي اول حاله لما يكون عندي الباوندنج 6 والنون باوندنج 0، الشكل زي هيك. عندك هذول هون على استقامه واحده، هذول اربعه على بلان واحد، وهذول الاثنين اللي فوق عاملات الهرميات. مثال عليها الاس اف 6. في عندي الحاله الثانيه اللي هم يكون عندي الباوندنج 5 والنون باوندنج 1. ايش؟ بشيل الكترون من تحت، فايش بتصير؟ سكوير بيراميدال. يعني صار عندي هذول اربعه على بلان واحد، وفي عندي اتوم هون، هذا ايش صار عندي؟ بيراميدال واحد، مش باي بيراميدال اثنين، بيراميدال واحد، لانه الاتوم التحت راحت. مثال عليها البي ار اف 5. في عندي الحاله الاخيره اللي هي لما يكون عندك الباوندنج اربعه والنون باوندنج اثنين، ايش بسميها؟ سكوير بلانر. سكوير بلانر كيف كنا تريجونال بلانر قبل؟ كانت عندي الثلاثه على بلان واحد وكان شكلها تريجونال، هون نفس الشيء سكوير. هاي عندي مثلا، هاي هيك الورقه عندي انا سكوير بلانر على بلان واحد، فمثلا الورقه بقدر اقول عنها اوصفها انها سكوير بلانر، وهيك نفس الشيء احنا بنوصف هون. هون في عنا اللي هنا النون باوندنج. ايش مثال عليها؟ الاكس اي اف 4. هسه بس اهم شيء بهذول الاشياء انه تفرق بين الكترون دومين جيومتري والموليكيولار جيومتري، تمام؟ كثير مهم تفرق بينهن. وهذول طبعا بدك تكون عارف انه الباوندنج والنون باوندنج لكل رسمه لقدام راح نحتاجها. والله مثلا لما تعرف انه مثلا عندك باوندنج 5 مثلا وصفر، بدك تكون عارف انه مثلا والله هاي بتنتمي لالكترون دومين جيومتري اسمه تريجونال باي بيراميدال. الكترون دومين لها 5 وفيها 5 فيها، عفوا الميكرو جيومتري لها تريجونال باي بيراميدال نفس الشيء. فهي الشيء لازم تركز عليه كثير. بس في كمان موضوع بدنا نحكي عنه اللي هو موضوع موضوع الزوايا بين كل اتوم والثاني. خلينا نجي نبلش من هون. طبعا الزوايا برضه هذول كثير مهمين وبيجي عليهم بالامتحان اسئله. هسه هون خلينا نبلش باللينير، تمام؟ اللينير احنا قلنا جات على استقامه واحده زي هيك. هسه هون قديش زاويه بين اول قلم واخره؟ هيك 180 درجه، صح؟ فبالتالي انا عندي الزاويه هون 180 درجة. هسه هون تريجونال بلانر، تمام؟ أنا عندي مثلث، مثلث جاي زي هيك، تمام؟ هسه المثلث لما أقسم ال 180 درجة، مجموع زوايا المثلث 180، لما أقسمها على ثلاث بطلع كم عندي؟ 120. يعني أنا هاي هون عندي 120 بين هاي وهاي 120، وكذلك الأمر بالنسبة لهاي. هسه هون البنت مش مطلوب الزاوية تبعتها. بالنسبة للتيتراهيدرال في عنا احنا الزاوية بين هاي وهاي 109.5 درجة، ونفس الاشي الزاوية بين هاي وهاي 109.5 اللي هي التيتراهيدرال، يكون الباوندنج 4 والنون باوندنج 0. هسا التريجونال بيراميدال مطلوب منكو انه الزاوية هون بتكون 107.3 درجة، 107.3 درجة. هسه هون احنا لما راح عندي انا الاتوم اللي هون، تمام؟ القوة الجذب تحت ان الالكترونات شدت على بعضها اكثر، او انه الاتوم تربطت اكثر، فايش الزاوية قلت بيناتهن. والزاوية هون بالبنت هاي هون، الزاوية مطلوبة منك اللي هي الزاوية بين البي هاي والبي هاي اللي هي قيمتها 104.5. لاحظ هون برضه انه الزاوية ردت قلت، ليش؟ لانه راح عندي اتوم من هون، هذول الاتوم الاثنين شدن على بعض اكثر، قلت الزاويه صارت 104.5. تمام. هسه في عنا اللي هو لما يكون عندي الكترون دومين 5 اللي هو تريجونال باي بيراميدال. هسه هون احنا ايش قلنا؟ تريجونال باي بيراميدال قلنا انا في عندي اول شيء ايش تحت؟ ايش في عندي؟ اللي هو تريجونال بلانر، صح؟ تريجونال بلانر قد ايه قلنا الزاوية بينه؟ 120. هاي هون بين هاي الاتوم وهاي الاتوم 120 بشكل المثلث التحتاني، تمام؟ 120 الزاوية بين كل واحدة وواحدة. وهون قلنا انا عندي هاي هون وهاي هون، تمام؟ لو نزلنا خط وهي قد ايه الزاوية بتكون؟ 90 قائمة. فبين البي هاي والبي هاي الزاوية 90، بين اللي بيعمل الهرم والمثلثات اللي بيعمل المثلث تحت الزاوية 90 بينهن، بينما
بيعملوا البلانر زاوية بينهم 120 داخلية هون. هاي بالنسبة لهاي. ايش كمان مطلوب منكم؟ شو مطلوب منكم برضو؟ الزاوية اللي هي بالسكوير، سكوير باي بيراميدال. سكوير باي بيراميدال احنا قلنا عندنا الاربعة زي هيك، عندك بول زي هيك متعامدات على بعض، فانت تكون عندك الزاوية اللي هون 90 والجاي من فوق 90، يعني الزاوية بين هاي وهاي هون 90 درجة، وبين البي اللي تحت العملات السكوير برضو الزاوية بينهن 90. هون الزوايا كثير مهمات. بقول لك مثلا سؤالها بالامتحان بقول لك انه الالكترون دومين 5 اللي فيه باوندينج مثلا 5، او بعطيك مثلا بقول لك السيسو، لا عفوا مش السيسو، بقول لك مثلا السكوير باي بيراميدال او الاوكتاهيدرال، ركز انه في تسميتين، قد ايش الزاويه بين كل اتوم واتوم؟ بتقول له 90. ممكن مثلا يجيب لك هاي، بقول لك كنت طالب منك الزاويتين، تحط له انه 120 و90، بقول لك بين الاتوم كذا وكذا والاتوم كذا وكذا، بدك تكون حافظ الزوايا وتحط له اياها. هاي بالنسبه لموضوع الزوايا. في كمان ملاحظه بدي احكيها، انه انت عندك هسا اخذته بالشابتر قبل بالسكند، انه في عندك شيء اسمه نت دايبول مومنت. هسا لما يكون عندك، لما يكون نت دايبول مومنت بيساوي صفر، بكون عندك ايش المركب؟ نون بولر، صح؟ هسا هون انا عندي هذول الاشياء، في عندي كم شغله نون بولر، اللي هن ايش؟ اللي هن لما مثلا عندك الالكترون دومين 2 والباوندينج 2 والنون باوندينج 0، هاي هون نون بولر، انه بتكون بحاله اتزان. هاي الثلاثه الالكترون بلانر 3 و0، قوة السحب بين او انه قوة المحصلة هون بتكون صفر، وهون كذلك الامر بالتيتراهيدرا الاربعة باوندينج والصفر نون باوندينج، وهون ايش؟ هاي نون بولر، النت دابل مومنت لها صفر. ونفس الاشي بالنسبة للتريجونال باي بيراميدال والسكوير باي بيراميدال او الاوكتاهيدرال، هون فيش نت دابل مومنت وهون ما في نت دابل مومنت، يعني نون بولر. هسا عندنا ثاني موضوع شابتر 9 اللي هو الهايبريدايزيشن. هسا ايش هو الهايبريدايزيشن؟ تمام؟ او ايش هسا انا ثاني موضوع شابتر 9 اللي هو اسمه الهايبريدايزيشن. الهايبريدايزيشن هسا الهايبريدايزيشن ايش هو او انا ايش بعمل فيه؟ انا بعد بعد الافلام اللي بتحتوي على الالكترونات مفرده، تمام؟ يعني مثلا كان عندي انا زي هيك، هيك هذا مثلا هذا الالكترون مفرد، هذا زي هيك بعده هسا اوكي، هسا اوكي من عندي الالكترونات مفرده، لكن ايش الفكره بالموضوع؟ الفكرة انه لما يكون عندك مثلا اتوم بيتصل مع اتوم ثاني، لازم يكون عندك عدد الالكترونات مفردة بعدد الاتومز بتتصل معها الذرة المركزية. يعني بالتالي لو كان عندي عدد الالكترونات مفردة كافي، انا بدي احاول اني اعمل هذا عدد الالكترونات المفردة واحط انه العدد كيف صار. فهذا الشيء راح نشوفه هسه كيف في الحل. سناخذ اول مثال وهنا نشوف شوي شوي كيف. أنا عندي هسه أول مثال اللي هو الـ BeCl2، إيش الذرة المركزية عندي أنا هون؟ الـ Be، تمام؟ إيش توزيعها الإلكتروني؟ 1s2 2s2، صح؟ كيف بكون شكل الأوربيتال؟ هاي الـ 1s في عندي إلكترون هيك إلكترون هيك، وهي الـ 2s في عندي إلكترون هيك إلكترون هيك، صح؟ هسا انا سي ال 2 هسا عندي انا درتين سي ال 2 بدي الكترون المفرد عشان ايش؟ بصير عندي الرابطه. هسا هون عندي 2 اس وهون بدي زاد الالكترونات، وين الالكترونات المفرده؟ ايش تعمل بس حركه صغيره. هاي ايش بعمل هنا الاوربيتال؟ هسا ال 1 اس هاي راح تكون ثابته عندي بالحاله هاي. هسا احنا نشتغل وين على 2 اس؟ بنحط افلاك البي، احنا بنفتح افلاك البي هاي اللي هن 2 بي. أنا بدي الكترون المفردات، هون عندي زوج الكترونات، بقسمهم من النص وبحط كل واحد بأوربيتال، يعني الالكترون الأول بخليه مكانه وهذا الالكترون الثاني بجيبه وبحطه هون. هاي هيك صار عندي. هسا ايش صار عندي؟ الكترون المفردات هي واحد وهي الثاني. تطلع أو إنه في مكان سألته إنه صار عندي رابطة، الأمور تمام، عندي درتين سألته الأمور 100%.
تمام. هسه كيف بدي اعبر له عن هذا الحكي؟ اعبر له عنه بكل بساطه اس بي. حلو. هسه الاس بي هسه هون بدنا نحط رقم على البي لانه طلع لك ثلاثه. تمام. كيف بنسوي؟ هاي تيجي انت هون شوف عندك فلك فيه الكترون فريك بتعده. هاي عندك هون ايش؟ واحد هاف فاضي هاف فاضي. عنده ايش؟ اس بي 1. بس الحل انه اس بي 1 ممكن تشيل ال 1 عادي وتنفهم انه اس بي 1 هو طبيعي. نشوف المثال الباقي. مثال باقي اللي هو بي سي ال 3. عندي البي الذره المركزيه توزيعها على الالكترون 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 1. نرسم الارض ثلاثه بينها نرسم لل 2 اس. هاي هاي 2 اس وهي هون ال 2 بي. عندي 2 اس قلت وال 2 بي فين فيها الكترون. انا عندي سي ال 3 تمام بدي اخذ الكترون مفرده. عندي الكترون مفرد واحد ايش بدي اسوي؟ بدي اخذ الكترون من هون احطه بفلك هون. فايش بسوي؟ صار عندي زي هيك هاي 2 اس وهاي 2 بي. خلي هذا الالكترون زي ما هو، هذا الالكترون زي ما هو، بجيب الالكترون هذا بنزله هون، بصير عندي زي هيك. صار عندي كم الكترون مفرد؟ ثلاث الكترونات مفرده، يعني ثلاث ذرات سي ال، الامور تمام. كيف بعبر عنها؟ اس بي 1 2 اس بي 2. هذا اللي هو الهايبريدايزيشن تبع الموليكيولا او المركب هذا بي اي سي ال 3. تمام. نشوف بالنسبه لل سي اتش 4. سي اتش 4 انا عندي سي اللي هو الذره المركزيه توزيعها الالكتروني 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. نرسمها هاي 2 اس وهي 2 بي. الالكترون هون الالكترون هون. عندي اربع ذرات اتش. عندي كم الكترون مفرد؟ اربعه. بجيب هذا الالكترون بنزله هون تصير عندي زي هيك. هي الكترون 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 الكترون. عندي اربع الكترون مفرد عندي اربع ذرات اتش. الامور تمام. ايش بنقول له؟ اس بي 1 2 3 اس بي 3. بس المثال اللي بعديها بربزه فيه تقريبا اجدى مثال اجدى مثال بيجي على الهايبريدايزيشن هو فيه فكره اللي هو ال اتش 2 او. عندي ايش الذره المركزيه؟ الاو. كيف توزيع الالكتروني؟ 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4. هاي 2s هاي 2b هاي الكترونين هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي اربعة. تمام. عندي قد ايش في الهيدروجين؟ في عندي الكترونين مفردات صح؟ نجي نقول له sb2. لكن هذا الحكي غلط. ليش؟ هذا sb2 ليش؟ لانه انا هسه عندي انه هذا الالكترون عندي هون. هسه لو هذا الالكترون جبته هون خليته هون شلته من هون اثر علي شيء؟ لا. هو ليش تسمى اتش 1 واتش 1؟ لو حطيته هون اثر علي شيء؟ لا. فبالتالي هذا الالكترون بقدر احطه اي مكان بدي اياه، احطه بالفلك هذا بالفلك هذا بالفلك هذا ما بتفرق. فبالتالي ايش بقدر احكي او ايش بقول الهايبريدايزيشن؟ اس بي 3 مش اس بي 2. هذا الالكترون بقدر احطه اي مكان بدي اياه بالافلاك، فبالتالي اموره سليم بتكون اس بي 3. بس ممكن انه يكون عندي هايبريدايزيشن جاهز، ما عندي ما في داعي نقول الكترونات. يعني مثلا الان اتش 3 الان توزيع هذا الالكتروني 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3. تمام. هاي 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 ثلاثه هيك افلاكها. تمام. عندي ثلاث ذرات هيدروجين 1 و1 و1 و1. الامور تمام. هاي الاس بي هاي اس بي اس بي 3 هاي جاهزه الامور 100%. تمام. بس ضل عندنا مثالين على هذا الموضوع لان على افلاك الديك كيف تكون الامور كيف تشتغل الامور والاشياء هاي. هسه انا اول مثال اللي هو الاس اف 4. عندي الذره
المركزية اللي هي الـ S فيها 16 إلكترون. 1s2 2s2 2b 6 أنا عندي 10 3s2 12 وظل عندي 4 3b 4 هيك الأجزاء تبعها. هسوي أنا بقول ما إلي فيه غايت معنا على هاي بحط الأوربت تبعينها هي الـ S وهي الـ B هي الـ S وهي الـ B عندي 1 2 3 وهي الرابع تمام. كم يكتب مفرد عندي؟ 2 كم ذرة F عندي؟ عندي 4 ايش بدي اسوي؟ لازم افتح الفلك اللي بعديه فايش بدها تصير عندي؟ بعمل الافلاك اللي عندي بفتح افلاك الدي اللي هن 5 افلاك تمام؟ الاس هسا انا بدي افتح طبعا هالبابل الاس تنزل زي ما هي وبنزل الكترون 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 هذا الالكترون بجيبه وبحطه هون هيك صار عندي 4 الكترونات مفرده تمام عندي 4 ذرات اف. لكن هذا الزج تبعي ايش صار؟ اس بي 1 2 3 دي 1 دي 1 هذا الهبل الزج تبعي. هسه لو خلينا المركب اس اف 6 ايش ايش التغيير اللي بصير عندي تمام؟ هاي قلنا اس اف 6 تمام؟ الاس نفس التوزيع الافلاك عندي كيف؟ هاي 3 اس وهي الـ 3B صح؟ كيف بتصير عندي؟ الـ 3S وهي الـ 3B وهي أفلاك D اللي هم 5 تمام؟ أنا بدي إيش؟ 6 إلكترونات مفردة. قبل شوي بس نقلنا صار عندي 4 لكن أنا بدي 6 بدي كمان 2 مفردات. فأنا باجي بشيل الإلكترون بالأس وبوديها له الـ D. فإيش بصير عندي؟ هون إلكترون 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 هون بحط 2 الالكترون الثاني كان عندي هون هذا جبته هون وهذا اللي كان هون جبته هون تمام. بس انا هيك ايش صار عندي الهايبريدايزيشن اس دي 1 2 3 دي 1 2 دي 2 هسا هذا من الهايبريدايزيشن للدي ما 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 بيجيبه لانه بتصعب كثير يعني اقوى شيء عندهم الاس بي دي يعني بتكون فاتح افلاك بتكون فاتح الفور اس والاشياء اللي كثير بتكون بكل حد. هسا هذا بالنسبه لموضوع الهايبريدايزيشن. بس في عندنا فكره ثانيه بدنا نحكي عنها اللي هي عن البوندز حنشوفها. هسا البوندز في عندي شيء بسميه سيجما بوند وفي شيء بسميه باي بوند. السيجما بوند باي بوند ايش السيجما بوند اللي هي الرابطه الاولى الرابطه الاولى ايش الباي بوند الرابطه الثانيه مش الثنائيه الدبل بوند لا الثانيه ركزوا عليها هسه بوضح لكم اياها كيف بمثال ايش يعني الثانيه هسه لو اخذنا مثال ال سي اتش 4 سي اتش 4 كيف بيكون رسمته زي هاي هاي السي اتش 4 تمام. بيجيك السؤال بسأله كم سيجما بوند موجود لك على الذره المركزيه اللي هي السي. هسه هاي السي السيجما بوند اللي هي الرابطه الاولى صح؟ هاي عندي رابطه هاي هاي السيجما هاي سيجما هاي سيجما هاي سيجما بنقول له عندك اربعه سيجما اربعه سيجما بوند هذا اول مثال. تشوف المثال اللي بعديه لو اخذنا السي 2 H4 كيف رسمته زي هذا؟ هاي سي 2 H4 بسألك كم سيجما بوند عندك على ذرة الكربون على ذرة السي فبكون قايل لك اللفت أو الرايح إذا كان مفرقة تمام إذا كانت نفسها زي هيك كان ما في داعي حس على ذرة الكربون هاي تمام كم سيجما بوند عندك؟ هاي عندك هاي السيجما الأولى وهي السيجما الثانية صح؟ صار عندك دبل بوند إيش بتسوي فيها؟ رجع اتذكر احنا قلنا الرابطة الأولى والرابطة الثانية. هون ايش عندك رابطة دبل؟ الرابطة الأولى خلينا نقول هاي مثلا تحت سميناها الأولى تمام؟ هي ايش بتكون؟ سيجما بوند. إذا كم ذرة كم رابطة سيجما عندك على ذرة الكربون؟ ثلاثة سيجما. طب كم ذرة كم بوند باي؟ بوند واحد اللي هي هاي. وهذا البوند باي اللي هي الرابطة الثانية. هي الأولى؟ هي الثانية. الرابطة الثانية اللي هي بسميها باي بوند.
زي هيك بتكون. ناخذ مثال 34 ونشوف كيف الكل تعمل معها كيف نفس الغرض. المثال هنا اللي هو C2H2. اي H ايوه H. بسألك كم رابطة سيجما عند الكربون، كم رابطة باي. سيجما ايش قلنا؟ هاي واحدة صح؟ هاي هون رابطة سيجما، كم رابطة باي عندي؟ قلنا الرابطة الثانية صح؟ هاي باي، طب هاي الرابطة التربل عندي، برضه بحسبها باي. يعني هون بكون عندي واحدة سيجما ورابطتين باي. كم رابطة سيجما عندي؟ اثنين، كم رابطة باي عندي؟ اثنين على ذرة الكربون. وفي نقطة كمان لازم تكونوا عارفينها، إنه السيجما بوند هي أقوى من إيش؟ من الباي بوند. يعني القوة تبعتها، قوة التماس تبعتها أقوى بكثير من الباي بوند. هسا السبب ما بجيبوا عليه فما بجيبوا. برضه في ملاحظة بالنسبة لموضوع الهايبردايزيشن، من نرجع للورقات هذولا بنوضحها. هسا انا عندي لما يكون عندي انا الالكترون نمبر اوف الكترون دومين 2، الهايبردايزيشن تبعها بيكون اس بي. انت خلاص مثلا عرفت انه الالكترون الباوندينج فيها 2 والنون باوندينج 0 تمام، او عرفت بغض البصر او عرفت انه الالكترون دومين لها 2 دغري بتقول الهايبردايزيشن اس بي مباشره. بالنسبه للالكترون دومين 3، اول ما تعرف الالكترون دومين 3 الهايبردايزيشن تبعها اس بي 2. خلاص مجرد ما عرفت انه الالكترون دومين لها 3 هايبردايزيشن اس بي 2. الالكترون دومين 4، مجرد ما عرفت انه الالكترون دومين 4 اس بي 3 بتقول هايبردايزيشن دغري. هذول لازم تكون حافظهم تمام. الثاني الثالثه والرابعه اس بي اس بي 2 اس بي 3 الالكترون دومين هذول. وهسه راح ناخذ عليهم مثال ونشوف انه كيف ممكن انه تعرف انه الباوندينج نون باوندينج وتعرف ايش الاس بي عن طريق الطريقه هاي. خلينا نضرب مثال، مثلا معطيك اللي هو الـ NH2-. تمام؟ بقول لك أعطيني أو جيب الـ hybridization around الـ central atom اللي هي around الـ N. تمام؟ خلينا نسميها رمز لويس بداية. بعد ما نسمي رمز لويس نشوف كم الـ bounding كم الـ non bounding، وعلى أساسه نشوف إيش الـ hybridization تبعه. خلينا نشوف هسا أنا لويس عندي بالـ 12 إلكترون 8 و4 12، وبالريال عندي كم؟ 8 الكترونات. طبعا شو الماينس انه 9. هسه نقول 12 ناقص 8 ويساوي 4 على 2 تعطيك 2 باوند صح؟ او باوندين. هسه نيجي نرسمها، هاي الان وهاي الاتش وهاي الاتش صح؟ تمام. هون في عندنا الماينس وبدنا نكملها على ايش؟ على الاوكتيت هول. هيك جبنا ايش؟ رمز بس. هسا انا على ذره الان كم باوندينج الكترون عندي؟ هسا احنا رسمنا ال NH2. هسا هون لا ال NH2 هو ماينس. هسا لو نجي نحسب كم الباوندينج والنان باوندينج. هسا انا عندي باوندينج، هاي الاول باوندينج، هاي الثاني باوندينج. النان باوندينج اللي عندي هاي الاول وهي الثاني. أول شيء هسا أنا عندي الآن مجموعة ساعة كيف توزيع القوانين تبعها؟ 1s2 2s2 2b 3 5 7 تمام. كيف الأوربيتال كلها؟ هاي 2s وهي الـ b، هي 1 هي 2 هي 3. نجي نحسب هاي الناس تبعها عنده هي s b 3 تمام. هسا احنا اوكي هي بكون نفس النوع من الفاتو في اليك بعد ما طلعت مبسطة معاها تمام. لما العدد مش نفسه لكن بكون عندك زكاة في اليك بدك تحسبني بالعدد. احنا والله بقول
اس بي 2 هو المعنى الاثنين هشرب زوجها وانا هدرس كمان اس بي 3 مع مختلف الالكترونات مثل ده تمام. نشوف مثال ثاني على نفس اللي هو الاس او SO3 minus 2 تمام؟ هذه الإلكترونات خمس منها 32 أو 84 بالريال إنها بالريال 26 لو قلنا 32 ناقص 26 بعطيني 6 إلكترونات هذا 2 بعطيني 3 بونز صح؟ تمام كيف ترسمها؟ هي S الضغط المركزية اللي هي 1 O هي 1 O هي 1 O كملها على إيش؟ على ثمان الكترونات اللي هون اثنين ونزاد ماينس 2 هاي عندي ايش لويس ستراكشر على درجه الاس الدوره المركزيه من الهايبريدايزيشن كم بوندنج دومين عندي؟ 1 2 3 صح؟ 3 بوندنج دومين كم من البوندنج دومين عندي؟ 1 1 بوندنج دومين نبدا من اي الكترون دومين جيومتري أربعة. الكترون دومين جيومتري. الكترون دومين جيومتري أربعة. إيش هايبريدايزيشن؟ اس بي 3. إذا بتوزع الأسهم، شوف أهمك اس بي 3 ولا نفس الشيء. عندك طريقتين هايبريدايزيشن. إذا تتبع التكنيك هذا أو التكنيك اللي حلينا عليه قبل. تمام بس ممكن مثلا هذا السؤال يجي يسأله. تمام؟ الشكل هذا هيك ايش ال ايش ال الكترون دومين جيومتري له بس ممكن عندك الكترون دومين اربعه ايش الاسم اللي هو التيترا صح؟ هسه كم باوندينج عندك ثلاثه هنا باوندينج واحد لاي موليكيولار جيومتري تنتمي لايش؟ للتريجونال بولينوميكال نشوف الحلوة ونوضح فكرته. المثال بتعطيني المركب الأكسيد و السي اتش 2 او هذا ايش قالب اول شيء قالب الانجل اراوند ايش هي السنترال السنترال اللي هي الكاربون عندهم تمام والفرع الثاني طالب اللي هو النمبر اوف سيجما اند باي على السنترال اتوم برضه وال وطالب مطلوب الثاني منهم ايش؟ بقول ديسكرايب الهايبريدايزيشن على السي مرة مركزية طيب هسا الانجل ارام سي تمام كيف نحسب هاي؟ نيجي هون وبنحسب ايش؟ نحسب ال الباوندينج دومين جيومتري ولا الباوندينج دومين جيومتري هسا نيجي هون هاي اول باوندينج دومين جيومتري هاي الثاني وهون عندي دبل بوينت صح؟ كيف احسبها؟ احسبها من دومين جيومتري واحد تمام؟ اذا كذا صفر عندي ثلاثة باوندينج دومين ثلاثة باوندينج دومين حلو هسا ثلاثة باوندينج دومين اثنين لكم دومين جيومتري ثلاثة حلو ايش الزاوية الثانية اللي فيها؟ تتذكروا لما قلنا تريبل البلاغة صح؟ ايش كانت الزاوية عندي؟ 120 درجة صح؟ المكان عندي انا زي هيك انا دوم هنا 120 سنجي على الفرع الثاني اللي هو طالب نمبر اوف سيجما اند باي بوند على السي السي هو يقرا نفسه ها او اللي هي سيجما مرات الاولى والباي مرات الاخرى يتذكر واحد هاي اللي هي ايش؟ سيجما هاي معي سيجما هاي معنا سيجما وهي فوق هي ايش؟ باي بوند صح؟ اذا انا عندي ثلاثة سيجما وواحد باي وواحد باي فوق او بالنسبة لدرجة السي
المطاط الثالث اللي بيقول لك ايش؟ ديسكرايب هايبريدايزيشن. بس احنا قدام اللي في عندي باوندينج ثلاثة، قدام باوندينج صفر. يعني ايش الهايبريدايزيشن؟ اس بي 2 بس هاي ال هاي البروتوكول تمام؟ حسبنا كم شهر الورق. تمام بناخذ مثال ثاني من نفس النوع ونشوف. اعطيني المثال. هاي المثال اعطيني مثال في الكربون. طبعا عندي هنا مرتين كربون هذا كله عن اللفت وعن الرايت. هالسؤال هنا على اللفت عندي تمام؟ كم باوندينج دومين عندي؟ 1 2 3 4 صح؟ عندي 4 باوندينج دومين و 2 باوندينج دومين. هسا لما يكون عندي انا 4 باوندينج دومين صح؟ ولاي ايش كان عندي؟ التيترا هيدرا صح؟ التيترا هيدرا لما يكون عندي الاربع باوندينج بصفر النون باوندينج اللي هي الحاله الرئيسيه الاولى. ايش بتكون عندي الزاويه؟ 109 ونص يعني الزاويه بين هاي بين هاي وهي 9 ونص وهي وهي 109 ونص تمام؟ هسه خلصت التمرين بعدين نروح على هاي هاي البيت تمام؟ النمبر اوف سيجما عند باي نمبر اوف سيجما عند باي واحد اثنين ثلاثه نقول واحد اثنين ثلاثه اربع سيجما والباي صفر مش اجابه اخرى هي هاي. هسه الهاب الدرجه الحمراء اللي اللي هي كنت انا عندي بوند او كل ايش هذا الشيء اللي عندي اس بي 3 تمام. هاي بالنسبه لك. هسه خلينا نروح على درجه الكربون اللي على الرايت تمام. هاي درجه الكربون اللي على الرايت قد ايه البوندنج عليها؟ هاي البوند الاول ولا الدرجه اللي تسوي نفس البوند واحد وهاي البوند الثاني تمام. اذا اي يكون جوال الثاني اي يكون دومين جوال الثاني الثاني تمام. على الثاني ايش هاي الهايبرنايزيشن؟ اس بي قد ايه الزاوية؟ 180 درجة صح؟ قلت ايش بدي اعمل سكرايب السيجما ولا الباي؟ سيجما ايش عندي؟ هاي اول سيجما وهاي الثاني سيجما. عندي انا 2 سيجما باي قد ايه عندي؟ هاي باي الاولى هاي باي الثانية تمام؟ 2 باي. نجي لاخر موضوع تشابتر 9 اللي هو المولكيولار اوربيتالز. بس احنا كنا نفكر ستة شوفوا الاوربيتالز ممكن يكون عندي للاتش للاو للاس لكن لما يكون عندي موليكيولا كيف الاوربيتالز بتكون؟ كيف بتكون شكلها؟ كيف بتكون تعمل الالكترونات فيها؟ هسه هي راح نشوفها. ناخذ اول مثال للتوضيح ونحكي فيه مثال اساسية. هناخذ مثلا الاتش 2 حلو؟ هسه الاتش 2 انا عندي مثلا هيدروجين حالي صح؟ هاي الاتش أنا عشان كيف توزيعها فيها إلكترون واحد هاي الأتش إلكترون واحد صح؟ بس غير الأتش والأتش بيصير عندي فيها عدة كواركب بيصير عندي أتش كواركب إيش بصير الأوربيتالز هاي عندي؟ الأوربيتال اللي هو أنا عندي تطلع لفوق الأوربيتال ينزل عندي لتحت هيك بتكون الوسط. بس الإلكترون عندي كيف بدي أوزعها الأوربيتالز هو؟ أنا هسه بدي أعمل الإلكترون عندي إلكترونين أنا كيف بدي أعملهم؟ بعد من تحت لفوق من أقل طاقة لأعلى طاقة. بعد كده واحد اثنين أي ثاني. لو أنت كمان عندي كمان ثالث أحط كمان ثالث رابع ثالث. بس عندي مجموعة تسميات للأوربيتال عشان أعرف أتعامل معها. عندي أنا هذا الأوربيتال اللي هون بسميه اللي هو الباوندينج الباوندينج اوربيتال. وانا عندي الاوربيتال هذا اللي هون بسميها الانتي باوندينج اوربيتال. موقف عندي تسمية ثانية هذا بسميه سيجما 1S. ليش سيجما 1S؟ عندك طبعا 1S هذا هون 1S طب بسميه سيجما 1S طب بسميه سيجما ستار 1S. هسا بالنسبة للمثال هم كمان واضحة المصطلحات لازم تكون حافظينها لأن الامتحان بيجي السؤال بالمصطلحات تمام؟ بيسألك والله مثلا كم الكترون عندك؟ بوندينج الكترون بالاوربيتال
كم الالكترون ده من اند بوندنج الكترون. هيك بيجي السؤال بيسالك الله السيجما 1 هاس قد ايه؟ السيجما ستار 1 هاس قد ايه؟ وهذول النقطتين لازم تكون حافظها. ناخذ مثال بعديه ونشوف. عندي مثال بعديه بدي اتش اي 2 تمام؟ بكون انا عندي اتش اي وجهه زي الفكره هذه بيجي. انا عندي هون 1 هاس هون عندي 1 هاس. الاتش اي فيها الكترونين فهي بتمسك هيك الغول كاتول لحالها بتاخذ. بكون هذا الاوربيتر طالع فوق الاوربيتر بنزل لتحت بنشتغل من تحت لفوق اخذ طاقه فالهذا الكهرباء. واحد اثنين ثلاثه اربعه تمام. بنسالني سؤال كم الكترون بالباوندينج؟ بقول له اثنين. كم الكترون بالانتي باوندينج؟ اثنين تمام. قد ايه الديفرنس بين هنا؟ قد ايه الديفرنس بقول له الباوندينج ناقص الانتي باوندينج. بسال قد ايه الديفرنس بين الباوندينج والانتي باوندينج؟ بقول له الباوندينج تمام ناقص الانتي يعني اثنين ناقص اثنين ويساوي صفر. بس اللي قدام بقول له مش مساوي عشان نتابع شوي. اثنين ناقص صفر اثنين. شوف النسبة للليثيوم الـ Li2 هسا الـ Li هي ثلاثة صح؟ كيف توزيعها؟ 1s2 2s1 صح؟ إذا أنا في عندي زي هيك صح؟ s باخذ 1s لحال وال 2s لحال. بالنسبة لل 1s هي ال 1s 1 من هون هذا بيطلع لفوق هذا بيجي لتحت 1 2 3 4 هذه ال 1s هي ال 1s هي السيجما 1s هي السيجما ستار 1s من جهة 2s هي 2s وهي 2s هون في عندي الكترون وهون عندي الكترون هذا فوق هذا تحت معناته 1 2 هذا السيجما 2s اسمه الحال واحد سيجما 2s وهذا السيجما ستار 2s تمام. هسه لو طلب مني الباندنج الكترون قد ايه مجموعها؟ تيجي تقول له 1 2 3 4 الباندنج الكترون 4. ليش الباندنج الكترون هي؟ الاوربيتال لازم تكون عندك تحت. انت باندنج الكترون كم الكترون فيه؟ 1 2 4 4 يساوي 2. الديفرنس بينهم قد ايه؟ قول له الباندنج ناقص الانتي باندنج 2 4 ناقص 2 ويساوي 2. هذا الديفرنس بينهم. هاي بالنسبه لل نص مثال فيه افلاك بي انا ال بي 2 اللي فيها هذه النقطه 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 1 تمام. ال 1 اس 2 اس لغتها زي المثال قبل شوي قلت لك بس افلاك البي كيف بدها تكون عندي؟ هاي عندي افلاك البي صح؟ انا فين هون الكترون وهون الكترون بس عندي ثلاثة، هون كانوا بتطلع لي ثلاثة أو شيء؟ لا، بتطلع عندي أوربيتال هنا وأوربيتال فوقية، وبتنزل عندي أوربيتال أوربيتال هنا زي هيك، تمام؟ كم إلكترون عندي؟ إلكترونين، هاي الأول، هاي الثاني، هون بحط جنب الأخر، وهون طبعا بصير تحت النص هاي، هسا هذا كنا بنسميه هذا ايش؟ سيجما صح؟ هسا خبر الاوربيتال ايش بنسميها؟ بنسميها باي تمام؟ بس هسا ممكن الملاحظات تفتح فيها. هذا هون السيجما والباي مش نفس السيجما 1 والباي 1 لا. هذا هون سيجما اوربيتال وباي اوربيتال بتفرق. الباي اوربيتال غير عن الباي 1 هي ايش هون ايش؟ اوكي سيجما باي نفس الشيء لكن مش نفس المعنى مش نفس الشيء الواقعي. هسا هون الباب هون كله بنسميه هذا هون باوندينج وهذا كله بنسميه ايش؟ نون باوندينج. هسا مثلا لو غيرنا المثال من بي قلنا مثلا حطينا السي 2 حلو؟ صار عندي سي 2 السي كم يكون فيها 6 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2 صح؟ اذا صار عندك الكترون هون كمان الكترون هون كيف بصير عندي؟ هجيب عنصر حاطط هون تمام.
نستخدم لغة مثال ثاني الـ O2. الـ O2 الـ O يذكر لما نتنزيح 1s2 2s2 2b 4 صح؟ لو نحس بـ 2 أصغر وتبقى هيك كما هو 2 هيك 2b وأنا عندي إيش ثلاثة صح؟ وأنا كيف الـ Orbital هذا يشتغل اثنين واحد اثنين واحد بنزل لا هسا صح حرك على مشاد في اللحظة إنه مجموعة إيش صح إنه بيطلع من عندي اثنين واحد وان واحد ده اثنين واحد ده وان واحد ده هي كل شيء ما صح هسا عندي واحد ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة صح نيجي من تحت لفوق عندي كده 4 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 كده عندي 8 الباور كم الكترون عندي؟ عندي 6 الكترونات بس ما تنسى انك انت هون اول مره فتحت هو سمعنا تمام بتحاول تكون عارف الباوندي مثلا الباوندي تكون هون هون عندك 6 تمام هون عندك هون هون 2 هون 2 اثنين اثنين عندي 10 الباوندي لان الباوندي كده هون عندك 4 صح؟ هون عندك 1 2 زائد 6 هون بتحس الباوندي يعني كمان بالنسبه للديفرنس بين هون عندك الديفرنس اثنين الباوندي ناقص عندي باوندي هسا بالنسبة للفرخ والعناصر اللي هي الـ F2 والـ NA2 أول توزيع الـ Orbital صباح الـ B هنا نفس الـ O2 اللي هي زي هذا بس إنه إيش ما هو زيد بس على الـ Orbital بعد الـ NA بعده بس أنا بقول هاي هيك هو الأصل لكن هناك حالات شاذة بالأمثلة أعطيناها إنه مجموعات إنه أفلاك الـ B هنا تكون بالشكل اللي مثلاً 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 واحد مثلا هون بتل يعني هون زي تنزل من تحت واحد وتحتيه هون بتل هذه الحاله الشاذة بطلع نجي لاخر شيء اخر فكره صغيره بالشابتر وكثير سهله وبسيطه اللي هي الباوند اوردر تمام ايش يصير هنا؟ الباوند اوردر بس هذا مو قانون ايش هو؟ الباوند الكترونز ناقص الانتي باوند الكترونز على اثنين تمام؟ يعني نفس هاي الفكره الباوند ناقص انتي باوند الكترونز بينهم بس الباوند الباوند ناقص عندي باوند على اثنين بس باوند اوردر ايش بدلني؟ باوند اوردر بدلني على هل الملوك اللي عندي هذا موجود في الطبيعه او لا كيف؟ لو طلع عندي باوند اوردر يساوي يساوي صفر غير موجود في الطبيعه يعني مستحيل توجد في الطبيعه بينما لو طلع عندي مثلا واحد اثنين ثلاثة وجود الطبيعة الطبيعية هاي فكرة الباوند اوردر انت ما فكر عن الباوند اوردر تمام بقول لك انه الباوند اوردر بتناسب تناسب فردي مع ايش مع الباوند سترينث يعني كل ما زاد عندي الباوند اوردر بزيد عندي قوة الرابطة يعني الباوند اوردر بكون واحد بكون عندي قوة الباوند اوردر اثنين السترينث أعلى أقوى برضو بتناسب تناسب عكسي مع الباوند لينث هي ايش قوة تذكروا لما قلنا عن الدبل بوند والتريبل بوند قلنا أنا عندي هاي مثلا بقول هاي الدبل بوند هاي الدبل بوند قلنا الدبل بوند هي ايش؟ هي اقوى تمام؟ سليم واللينك تبعها اقل هو نفس الفكره لما تزيد عندك سليم وتزيد عندك قوه اكيد انك تقل فمربوطه ببعضها انت بس لما تزيد باوند اوردر
this portal of strength, and within the command of strength, feed link for the person. The important. Out of the bomb, out of the crash, that's my name, Zul Rabur Dil Paris. آخر شيء يجيب تسوال مباشر اللي هي ايش؟ اللي هي بيسموها بار مانيتك او داير مانيتك. ايش تقول تماما؟ بار مانيتك و داير مانيتك. ايش بار مانيتك وداير مانيتك؟ هسا انا اذا كان عندي الاوربيتال المولوكيال اوربيتالز كان عندي الاوربيتال مفرده تمام؟ يعني مثلا كان عندي مؤخرنا الليكترو صح؟ كان عندي عفوا مش نسمي خذوا مثلا على سبيل المثال كل يوم كان عندي انا زي هيك تمام؟ الموضوع طبعا عندي زي هيك تمام؟ عباره عن فول او خبول زي هيك تمام؟ عندي انا هون ايش الكترونات مفرد صح؟ هذا الكترون مفرد هذا الكترون مفرد هذا المركب هذا زي هيك ايش بسميه؟ عباره عن مانيتك. هسه لو قلنا انه كان عندي انا كمان الكترون هون الكترون هون في عندي الكترون مفرده هون توزيع على ايش بسميه؟ داير مانيتك. بسميه ايش داير مانيتك؟ هسه الفضل مانيتك بينجذب للمغناطيس لو حط مغناطيس المركب بصير بمرض الاجابه. نروح ايش؟ ننزل للمغناطيسية، لما دائما بدك لا مستقر الالكترونات وكل امورها تمام. هيك نكون خلصنا شابتر 9، هي شابتر 9، ان شاء الله تكون فهمتوا افكاره تمام، وشابتر بعرف طويل ممكن شوي وزنخ، لكن بس بده شوية ممارسة وتفهموا اموره تمام وكثير بسيطة. يعطيكم الف عافية.